طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلة المحلية، نبدأها بالعناوين. المحافظ البحسني يؤكد أن الأمن يحتل الأهمية القصوى ويعلن عن تشكيل لجنة لمساندة وتقييم عمل الأجهزة الأمنية. لقاء تشاوري في المكلة يرفض قرار الاتحاد اليمني لكرة القدم بحل فرع الاتحاد بساحل حضرموت. السلطة المحلية بعدن تفتتح وحدة تفتيت حصوات الكلى وتدشن عمل مركز نقل الدم بمستشفى الجمهورية. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد محافظ حضرموت أن الملف الأمني يحتل الأهمية القصوى لدى السلطة المحلية لحفظ الأمن والاستقرار في الوادي والصحراء، وأن يكون شعار السنة القادمة رفع مستوى الانضباط وحفظ الأمن. خلال زيارته لمديرية وادي حضرموت، قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بافتتاح مقر قيادة اللواء 101 شرطة جوية، وطاف المحافظ البحسني بإدارة مبنى اللواء التي تضمنت مكاتب للقاعدة الجوية والعمليات والبشرية والتدريب والسيطرة والتوجيه المعنوي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وشهدت مراسم الافتتاح حفلا خطابيا وعرضا عسكريا لوحدات رمزية من اللواء 101 شرطة جوية الذي أوكلت له حاليا مهمة الإشراف على أمن المطارات. على صعيد متصل، قام المحافظ البحسني بزيارة لإدارة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء وقيادة المنطقة العسكرية الأولى، والتقى قيادتي وضباط والصف ضباط والجنود والأمن والنجدة والمنطقة العسكرية الأولى الذين حملتهم السلطة المحلية في وقت سابق سبب الانفلات الأمني الذي تشهده مديريات الوادي والصحراء والاغتيالات التي طالت ضباط وجنود من قوات النخبة الحضرمية ومواطنون وتسجيل هذه الجرائم ضد مجهول. على صعيد آخر، التقى محافظ حضرموت بمدينة سيئون مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، واستمع المحافظ إلى ملاحظات أعضاء المرجعية الذين أكدوا مساندتهم للمحافظ الذي استطاع تجنيب المحافظة الكثير من الفتن على حد قولهم، رغم ما يعانيه أبناء وادي حضرموت من انفلات أمني لا يخفى على الجميع، وهو ذات الحلف الذي يعول عليه أبناء المحافظة في استرداد حقوقهم من حكومة الشرعية. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمديرية ساه مدرسة الحزم بمنطقة غيل عمر بكلفة 181 ألف دولار، ومدرسة الحسك للبنات بكلفة 128 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط. وقام محافظ حضرموت بزيارة إلى مستشفى ساه مطلعا على سير الأعمال في كافة الأقسام وسير الأعمال الإنشائية في مبنى الطوارئ التوليدية بكلفة 154 ألف دولار. واطلع المحافظ على الموقع المخصص لإقامة مشروع سياحي على ضفاف المياه الجارية بمديرية ساه، كما افتتح المحافظ البحسني مشروع منشأة نادي الريان الجديدة التي تضم ملعب لكرة السلة والطائرة ومبنى للإدارة بكلفة 71 مليون ريال بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية من حصة البرنامج الاستثماري. وفي سياق آخر، اطلع محافظ حضرموت على سير العمل الجاري في طريق رسب ساه البالغ طوله 22 كيلومتر بكلفة 4 مليون و300 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، متفقدا الأعمال الجارية في الشق وتمهيد وسفلتة المسار الجديد لأجزاء من الطريق تجنبا لجريان مياه السيول الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، ويجري العمل في تجهيز وإنشاء بعض الجسور الأرضية. تفقد محافظ حضرموت بمدينة سيئون مبنى اتحاد النساء ويطلع على آلية سير العمل والنشاط النسوي فيه. وطاف المحافظ البحسني بقاعات التدريب والاستشارات القانونية ومكاتب وأقسام الاتحاد ومشغل الخياطة، متعرفا من رئيس اتحاد النساء إلى أهداف الاتحاد في بناء قدرات المرأة وإكسابها مهارات مهنية والنهوض بالمرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. واطلع المحافظ البحسني على تقرير حول نشاطات اتحاد النساء وتدخلاته في مساندة قضايا الطفولة والتي استفاد من خدماتها القانونية 35 طفل
والخدمات القانونية المقدرة بأكثر من 35 خدمة للنساء، إلى جانب 110 استشارة قانونية وجوانب تدريب النساء في عدد من الدورات المهنية والتنموية. ناقش اجتماع بالمكلا سبل تنفيذ آلية توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك وضبط بيعها. وتطرق الاجتماع الذي ترأسه وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش إلى نشاط جمعية بائعي الأسماك والخدمات التي تقدمها لأعضائها ومشاركتها مع الجهات المختصة في عملية الرقابة على توفير كميات الأسماك المطلوبة للأسواق المحلية. ودعا وكيل أول حضرموت إلى تعاون الجميع لتنفيذ الآلية المقررة، مشيرا إلى أنها ستخضع للتقييم من المختصين خلال فترة أسبوعين واستيعاب أي ملاحظة تطويرية حولها. اطلع رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري على التحضيرات النهائية لتدشين العمل بالنظام القضائي الإلكتروني ونظام التوثيق والأرشفة بالمجمع القضائي بحضرموت. وتعرف القاضي الجفري من رئيس مكتب حلول التقنية المهندس أحمد كودح إلى عمل النظام القضائي الذي سيسهل إيصال القضية ومحورها وإمكانية الرجوع لأي قضية في أي وقت والدخول إلى بياناتها الأساسية وجلساتها ومعرفة أوقات الجلسات والاطلاع على منطوق الحكم كاملا. كما اطلع القاضي الجفري على عمل نظام التوثيق الذي يسهل إدخال كل المحررات الصادرة من الأمناء والمحكمة التي حددت بنحو 18 حالة قابلة للتطوير. وناقش اللقاء إمكانية تدريب وتأهيل أكثر من 30 موظف والذين سيعملون على إدارة النظام. بارك رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري تخرج 5 من القضاة الملتحقين بالدورة التأهيلية الخاصة بمساعدي النيابة والتي نظمها قسم التأهيل المستمر للقضاة وأعوان القضاة بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة عدن. جاء ذلك خلال استقباله القضاة الجدد بمكتبه. وأكد القاضي الجفري أن تخرج القضاة الجدد سيمثل رافدا في تعزيز العمل القضائي بحضرموت، وسيتم توزيعهم عبر التفتيش القضائي بقرار من مجلس القضاء الأعلى على المحاكم الابتدائية في المحافظة. ومن جانبهم أكد القضاة الجدد وقوفهم إلى جانب رئاسة المحكمة والإسهام في تقديم العون والمساعدة ونقل كل المعارف والمفاهيم المكتسبة من الدورة وعكسها على الجانب العملي. اختتم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الدورة التدريبية 7 للمعلمين المتعاقدين بمديريتي الشحر وغيلبة وزير التي تأتي ضمن خطة شعبة التدريب والتأهيل بالمكتب. وشملت الدورة التي استمرت على مدى 5 أيام أهم العوامل المؤثرة بالتدريب النوعي وصياغة الأهداف السلوكية مستهدفة أكثر من 1100 معلم متعاقد. وأشار وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون إلى أن المكتب استهدف جميع المعلمين والمعلمات المتعاقدين الجدد على مستوى المحافظة والمديريات في الدورات التدريبية السابقة، مشددا على ضرورة تطبيق كل ما أخذ بالدورات داخل قاعة التدريس. وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركات في الدورة بالشهادات التقديرية. رأس رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر اجتماعا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمديرية غيلبة وزير. وناقش الاجتماع خطط ونشاطات القيادة المحلية بغيلبة وزير والإشكاليات والصعوبات التي تعيق عملها. وأكد رئيس القيادة بحضرموت على أهمية التقيد بالعمل المؤسسي المبني على الخطط المدروسة، واتخذ الاجتماع عددا من القرارات التي من شأنها معالجة الإشكاليات التنظيمية وتسهيل عمل القيادة المحلية وتفعيل نشاطها. عقد اليوم في المكلا لقاء تشاوريا ضم فرع اتحاد الكرة بساحل حضرموت ورؤساء الأندية الأهلية والشخصيات الرياضية والاجتماعية للوقوف أمام قرار الاتحاد اليمني لكرة القدم والقاضي بحل فرع الاتحاد بساحل حضرموت. التفاصيل في التقرير التالي. هذا ما أراده فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم، تدخل السياسة في الرياضة بعد إصداره قرارا بحل فرع الاتحاد بساحل حضرموت الذي نظم بطولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لأندية المكلا
برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي. هنا لقاء تشاوري ضم فرع الاتحاد بساحل حضرموت ورؤساء الأندية الأهلية وشخصيات رياضية واجتماعية للوقوف أمام هذا القرار وتداعياته. عقد هذا الاجتماع مع بعض الشخصيات الاجتماعية المهتمة بالجانب الرياضي، وتدارس في هذا الموضوع الإقالة التي أقيلت من قبل الاتحاد اليمني لكرة قدم الجمهورية. فوجهة نظرنا الإجماع وليس وجهة نظري كشخصية، وجهة نظر الإجماع اللي حضر الاجتماع بأن هذا الإقرار اتخذ هو إجراء غير قانوني سليم. المجتمعون استغربوا مثل هذا القرار الذي وصفوه بغير القانوني، مطالبين بإلغائه والوقوف الشعبي والرياضي ضد هذا القرار. وهذا شيء مؤسف جدا أن يكون اتحاد منتخب من قبل لجنة عمومية من أندية المحافظة أن يتم إقالتها بقرار من الرياض، فهذا شيء مؤسف جدا وغير قانوني وغير صحيح. فنحن نقف داعمين لهذا الاتحاد كونه منتخب وكونه يمثل قاعدة شعبية كبيرة جدا في حضرموت. هذا لو أقصد الاتحاد كرة القدم ساحل حضرموت، هذا الاتحاد الذي نجح في ظل أن المحافظات كلها كانت جامدة في النشاط الرياضي، إلا أن هذه المحافظة حقيقة يعني كانت سريعة في كل الفعاليات، حاضرة يعني جمهور حاضر متفاعل متناغم مع الاتحاد العام أو اتحاد كرة ساحل حضرموت. انتقال حضرموت هو الآخر أصدر بيانا رفض فيه قرار الاتحاد اليمني لكرة القدم، ودعا أبناء المحافظة للوقوف مع الاتحاد بساحل حضرموت. أولا نحن ندين هذا القرار التعسفي الذي اتخذ بحق حضرموت وبحق أيضا محافظة أبين، ونعتبره قرار اتخذ ضد كل اتحادات أندية الجنوب في هذه المرحلة، وهذا قرار هو الذي أصدره العزة، هو القرار الحزبي المسيس الذي يتبع الأخوان المسلمين. رفض رياضي وشعبي في حضرموت لقرار الاتحاد اليمني لكرة القدم والقاضي بحل فرع الاتحاد في ساحل حضرموت، فهل سينجح العيسي في تمرير قراراته بحضرموت؟ لقناة المكلا محسن بالبحيث. وإلى العاصمة عدن، حيث اطلع محافظ العاصمة الأستاذ أحمد لملز على أنشطة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها في العاصمة والصعوبات التي تواجه تنفيذ أنشطتها وتدخلاتها. وبحث المحافظ سبل التعاون المشترك بين السلطة المحلية بالعاصمة عدن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمنا الدور الإنساني للجنة الصليب الأحمر وتدخلاتها الفعالة، مؤكدا دعم السلطة المحلية للجنة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أعمالها وتوجيه الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لها. بحث محافظ العاصمة عدن أحمد لملس مع وفد من برنامج الأغذية العالمي القضايا المرتبطة بنشاط البرنامج في العاصمة، وناقش اللقاء قضية الأغذية التالفة التي تم ضبطها في مخازن البرنامج وتبعاتها القانونية. واستعرض اللقاء أبرز أنشطة البرنامج في عدن وجملة من الأسباب المتعلقة بنقل المواد وخزنها وبطء إجراءات التخليص والتي تسببت لتعرض تلك الكمية من الأغذية للتلف. وناقش الاجتماع سبل التنسيق الثنائي المستقبلي بين السلطة المحلية وبرنامج الأغذية العالمي بما يضمن انسيابية عمل البرنامج الأممي ووصول المساعدات لمستحقيها. دشنت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بمعية رئيس فريق تنفيذ اتفاق الرياض ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وحدة تفتيت حصوات الكلى بمستشفى الجمهورية التعليمي بتمويل من البرنامج السعودي. واطلع محافظ العاصمة عدن أحمد لملس ومرافقوه على أقسام وحدة تفتيت حصوات الكلى المجهزة وآلية العمل فيها، كما دشنت السلطة المحلية بعدن العمل في المركز الوطني لنقل الدم بالمستشفى بتمويل من البرنامج السعودي. واستمع الحاضرون من مديرة المركز إلى شرح واف عن مكونات بنك الدم ووظائفه، مشيرة إلى أن عملية التحديث التي شهدها المركز ستشكل نغلة نوعية في عملية أدائه وخدماته. وخلال التدشين اطلع محافظ العاصمة على جهاز الأشعة المقطعية الذي تم توفيره للمستشفى من قبل البرنامج. أوضح مصدر مسؤول في قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي
إلى أنه تم التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة ب24 وزيرا من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية. وقال ذات المصدر إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من اليوم الخميس بالإشراف على فصل القوات العسكرية التابعة لحكومة الشرعية والقوات الجنوبية في محافظة أبين وتحريكها إلى الجبهات ضد ميليشيات الحوثي ومن داخل العاصمة عدن إلى خارجها، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي ستستمر في دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب بالجنوب لحفظ الأمن والاستقرار. وعلى صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في تصريح خاص لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن جهود التحالف العربي بقيادة السعودية تعكس حرصها على أمن المنطقة واستقرارها، وأن اتفاق الرياض فرصة حقيقية للسلام. الآن نترككم مشاهدين الكرام مع أبرز حدث لهذا اليوم. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المحافظ البحسني يؤكد أن الأمن يحتل الأهمية القصوى ويعلن عن تشكيل لجنة لمساندة وتقييم عمل الأجهزة الأمنية. لقاء تشاوري في المكلا يرفض قرار الاتحاد اليمني لكرة القدم بحل فرع الاتحاد بساحل حضرموت. السلطة المحلية بعدن تفتتح وحدة تفتيت حصوات الكلى وتدشن عمل مركز نقل الدم بمستشفى الجمهورية. ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.